داخل في لا الموضوع. خليني أعطيكم مثال عشان نفرق بين المبادرات المجتمعية في الرياضة مثلا، أو اللي تكلمتوا عنها أنك تكون مشجع وكذا. المبادرات الرياضية مثلا عمل مر المرات من جامعة الملك سعود، راحوا للحارات وساهموا في تجهيز الملاعب في الحارات، تجهيزها، رشها، عملوا لها شبك، عملوا لها عشان يلعبون الناس، عشان يلعبون الناس، العب كورة، وزودوهم بشنطة الإسعافات وكور، وساهموا في مدرجات لهم عشان يعني يكون متنفس لهم ويعملوا فيه رياضة. هذه مبادرة تسمى بند المبادرة الرياضية، ولكن ليس الرياضية اللي يفهمون الناس اللي هو نادي هلال ونصر وتشجيع وما أدري إيش وكذا، عشان نفرق بين المبادرات المجتمعية. أنا هلالي. استغفر الله.